سواء كان رجالي نسائي اطفال بيبي بشكل كامل. تم الحمد لله اختيار بعض المخيمات في المنطقة مع مجالس محلي في مدينة قباسي في مدينة الباب بالإضافة إلى مدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا صالح حمدان مدير مركز دانا في الهيئة الإنسانية للإغاثة والتنمية HRD. اليوم ولله الحمد تم افتتاح صالة عون الأسرة التابعة للمنظمة في مدينة الباب، واللي راح تقوم بتخديم منطقة الباب وريفها للفئات الأشد ضعفا من الأسر المحتاجة والأشد فقرا. اليوم ولله الحمد تم دعوة رئيس المجلس المحلي وكادر المجلس المحلي في مدينة الباب، أيضا كادر المجلس المحلي في مدينة قباسين، بالإضافة لكادر المجلس المحلي في مدينة بزاعة. قمنا اليوم بافتتاح الصالة بالمشاركة مع وجهاء وأعيان المجلس المحلي ووجهاء وأعيان مدينة الباب. مشروع صالة عون الأسرة مقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الولادي والقسم النسائي والقسم الرجالي. يوجد في هذه الأقسام جميع أنواع الألبسة التي تتناسب مع أفراد العائلة. سيتم تسليم العائلة كرت يحوي عدد من النقاط بحسب عدد أفراد العائلة، ونأمل من الله أن يكون هذا المشروع هو خدمة لأهلنا في هذه المنطقة وأن يعمل خير على الجميع. هدف مشروع صالة عون الأسرة لتخديم فئات الأشد ضعفا ضمن منطقة الباب ومنطقة قباسين وبزاعة. طبعا من أهم أهداف المشروع أنه بيستهدف الأشخاص أو العوائل الأشد فقرا، بعد ما قمنا بعملية مسح المخيمات في منطقة قباسين وبزاعة والباب، ومن ثم سيتم تطبيق معايير على العوائل المستهدفة من خلال عملية الاستبيان، وذلك لاستقطابهم لصالة عون الأسرة لتقديم خدمات الألبسة المجانية لهم وفق معايير ووفق خدمات احترافية من خلال كادر يضم مجموعة من الموظفين الرجال والموظفين الإناث، حتى يتناسب هذا المشروع مع الثقافة المحلية لمنطقة الباب وريفها. محبوب إلى نظام تنقيط معين لكل قطعة إلى مغناطة معينة وعدد نقاط معين. فمثلا buradaki personellerimiz birazdan sonra her şey nasıl dağıtılacağını bizim personellerimize anlatacaklar birazdan sonra. Kod 315. Kod tarih istilam, vakti istilam. İstilam tarihi. Bayramdan önce hizmet vermek için diyor bazı gönüllü ekiplerimiz vardı diyor. Müdürlükler görmüşler zaten çok hizmet. Başladığında elbap yani insanlar gelip buradan şeyleri seçtiğinde aldığında aynı şekilde resimler böyle hazırlanıp elbap şeyleri. نحن معتمدين بالصالة على نظام عمل باحترافية عالية. راح يكون في عنا ثلاث أقسام، قسم ولادي، قسم رجالي، قسم نسائي. فالمستفيد عنده حرية الاختيار كيف ما بده وشو الأشياء اللي بيحتاجها من الصالة إله لعائلته، بياخذها بكل أريحية.